مساء الخير. أوكي. الراجل ده جوزي وايديا في ايده اهو، انا مكلبشه فيه. فتقوم في التجومه كخه العالم اللي اول ما تشوفني ماشيه او اول ما تشوف راجل مع مراته عينيها ترشق فيه. يا ستي هو الراجل ده يعمل ايه علشان يبين لك ان هو متجوز؟ يعني يعمل ايه عشان يبين لك ان هو مرتبط بواحده وماشي ومكلبش فيها كده، او هي اللي طابقه عليه؟ يعمل ايه يعني؟ انت من دون رجاله العالم الاحرار الطلقاء اللي ماشيين بحريتهم جايه في جوزي وتحطي عينك عليه؟ اختشي اختشي، مش كده والله، ما كده، لا تختشي البت. يعني هي مشكله ان جوزي ما بيكونش ليه رد فعل. ايوه انا مالي، هي اللي بتبص. ما هو يا عيني هو التاني اهو هو هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هو ممكن يعمل لك ايه؟ طب دلوقتي يعني اخليه مثلا يشتمك وحشه في حقي، يقولوا شوفوا جوزها بيعمل ايه؟ اخليه؟ امال يعني ما هو انت مش هتعمل كده؟ بعمل والله ما عمل حاجه. هو مش هيعمل ده، هو فرحان. نرجع لمرجعنا، اعمل ايه في الشارع عشان ابين لك ان ده جوزي؟ اخليه يشيلني؟ مش هيقدر، هتبقى عيبه في حقي والله. هيقول لي مش قادر، هتكسف وهقهر بقى ويبقى ليه حجه ان هو كمان يبص. طب اعمل ايه؟ مش عارف. بالراحه على 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 الرجاله شويه يا بنات، يا بنات. بالراحه يا بنات، يعني البصه بالراحه. البصه الرجاله بتتكسف، مش هيعرفوا يقولوا لك لا، مش هيعرفوا يقولوا لك ما تبصيش. غضي بصرك يا حبيبتي، غضي بصرك يا ست كخه.